A box of mass 40 kilogram hangs motionless from two ropes as shown in the figure. The angle is 38 degrees. Choose the box as the system. The x-axis runs to the right, y runs up, and z-axis out of the page. في البارت A بيقول لي draw the free body diagram of the box. free body diagram هاخد البوكس هو السيستم. هفصل كل القوى اللي حواليه. عندنا tension في الروب 2 هنسميها F2. الروب 1 عامل tension سميناها F1. الماس ب 40 كيلوغرام فتعمل وزن لتحت MG اللي هو 40 في 9.81 يبقى ده الفري بادي دايجرام. في البارت بي بيقول is dP by dt of the box 0 or non-zero. طبعا ده motionless. فمعنى كده حتى لو كان بيتحرك بسرعة ثابتة يعادل بالظبط انه يكون ساكن. طالما السرعة ما بتتغيرش يبقى الـ MV اللي هي تمثل الـ V. الـ P دي عبارة عن ايه؟ MV. الماس ثابت. لو كانت الـ V ثابتة يبقى الـ DP by DT مع الوقت ما بتتغيرش وبالتالي تبقى زيرو. ففي حالتنا هنا ساكن. فالدي بي باي دي تي بزيرو. كمان لو كان سرعته ثابتة بتحرك أي جسم بتحرك سرعة ثابتة برضو نفس الشيء دي بي باي دي تي بساوي صفر وبالتالي إجابتنا زيرو. في البارت سي بيقول لي what is the y component of the gravitational force acting on the block. عايز القيمة دي كام؟ طبعا ام جي بس لتحت. فال W بتساوي ماينس ام جي ماينس 40 9.81 اللي هي ماينس 392.4 نيوتن. في البارت دي بيقول لي what is the y component of the force on the block due to rope 2. طبعا اكيد ال F2y هتعادل ال ام جي. F2y لفوق ال ام جي لتحت. انا حطيت ماينس يبقى احط القيمة بس. لان كده كده الماينس دي بتاعت تحت فانا حطيت ماينس يعني. فال F2Y هتساوي بالظبط ال MG دي لفوق F2Y وال MG لتحت. في البارتي بيقول لي what is the magnitude of F2. عايز ال F2. ما ال F2 لما تتحلل كوساين 38 تديني ال F2Y. فال F2Y عبارة عن F2 كوساين 38 وانا عارف دي 392.4 على كوساين 38 تطلع يعني F2Y بتساوي 392 لما اسمع على كوساين 38 تطلع ال F2 498 نيوتن واخده الاتجاه ده اللي هو مايل 38 درجة عن محور Y الرأسي. في البارت F بيقول what is the X component of the force on the block due to rope 2. يعني ال rope 2 ده لما يتحلل كده كوساين كده ساين فكام يا ترى ال F2X؟ F2 ساين 38 يبقى 498 ساين 38 يديني 307 نيوتن يمين. آخر بارت بيقول لي what is the X component of the force on the block due to rope 1. الروب 1 يعادل بالظبط القيمة دي لأن ده رايح يمين يبقى ده لازم رايح يسار. أقول سيجما الـ FX يساوي صفر يبقى 307 يمين اللي هي F2X ماينس F1 يسار يساوي صفر. يبقى ال F1 هيساوي 307 اتجاهها يسار بالظبط قد 307 بتاعت ال F2X اللي كانت رايحة يمين.